وهو التقرب من الفلاحين، خاصة الفلاحين اللي عنده في الدار. في الدار هنا نهضروا على كيس تاع ما تقيس عليها طفيها، فلا خليتها تمشت قادر تجيب خزانات وخزانات. نرافقهم ايضا في حمايه محاصيلهم، سواء عن طريق يعني رانا نمدوا لهم وسائل للحمايه في من يامنوا المركبات نتاعهم، من يامنوا الحصيدات وكاع، ومن يامنوا المحاصيل نتاعهم. وكذلك رانا نوعوهم بالطريقه اللي نقوموا بها بتعويضهم في حاله ما اذا صارت حرائق. توعيه الفلاحين حول الاجراءات الوقائيه وتقديم مجموعه من النصائح لتفادي اندلاع الحرائق في المحاصيل الفلاحيه، وكذلك تدخل في اطار الحمله الوقائيه التي اطلقتها المديريه العامه للحمايه المدنيه يوم امس فيما يخص كل الاخطار المتعلقه بموسم الصيف، سواء التحضير لحمله مكافحه حرائق الغابات والمحاصيل، وكذلك الوقايه من اخطار السباحه في الاماكن الغير مهيئه لذلك. دائما حنا نطلبوا في هذه العمليه التحسيسيه دائما بوضع الشريط الواقي بين الغابه وبين الحقل، حتى يعني في حاله ما يكون هناك يعني حريق ما تنتقلش يعني النيران من اما من الحقل الى الغابه او من الغابه الى الحقل.